السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، اخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملتهم الصحة والعافية كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكرة المغربية بالدارجة. باش ما نطولش لأخوتي، نمروا الآن الأهم عناوين حلقة اليوم. طباخ يورط قناة جزائرية بعد أن أوهمت مشاهديها أنه مغربي الجنسية بعد إصابته بكورونا. الملك محمد السادس يتمنى الشفاء العاجل لمارسيليو ريبيليو. حزب بوكس بسبتة يتهم المغرب بالصيد في المياه الإسبانية. الجيش يلاحق مقاتلته المحملة بالمخدرات في بئر قندوز. قيادي بجبهة الصنادلية لا حل أمامنا اليوم سوى القبول بالحكم الذاتي. تصريحات ألمانية تصدم الصنادلية. حان وقت حل القضية والمقترح المغربي أكثر واقعية. تنزيل أمني قوي بمدينة العيون لهذا السبب. اتفاق بين المغرب وتركيا على طي صفحة الخلاف بين البلدين. وضعت قناة سميرة الجزائرية نفسها في موقف لا تحسد عليها بعد أن استعانت بطباخ جزائري في أحد برامجها الترفيهية، ادعى أنه مغربي الهوية بهدف تزوير التراث والتاريخ. كذب الطباخ الجزائري لم يدم طويلا، إذ سرعان ما فضح نفسه بعد حديثه عن طبق القطاطيف أو البغرير الذي قدمه للمشاهدين، واعتبر أن الجزائر هي من أدخلته، بالإضافة أنه وجد صعوبة في الحديث باللهجة المغربية ما ورطه والقناة في فضيحة كبيرة جدا. وتحول فيديو الطباخ إلى مادة للسخرية وسط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والذين رصدوا مجموعة من الأخطاء التي أبانت عن ضعف الإعلام الجزائري وعجزه عن الترويج لتراثه دون تزوير الحقائق والتاريخ. وقدم الطباخ نفسه في بداية البرنامج على أنه ينحدر من مدينة ورزازات قبل أن يؤكد بعدها في ورقته التعريفية أنه يمثل ولاية زاكورة، كما حرص مما ورطه في انتقادات واسعة من طرف المغاربة الذين دعوه لإتقان الكذب قبل ظهوره في شاشة صغيرة وفق ما جاءت بها أحد التعليقات. بعث الملك محمد السادس برقية إلى رئيس الجمهورية البرتغالية مارسيليو ريبيليو دي سوزا، أعرب فيها عن متمنيته بالشفاء العاجل له على إثر إصابته بعدوى كوفيد-19. ومما جاء في برقية الملك محمد السادس: بلغني أنكم أصبتم بعدوى فيروس كوفيد-19، أعبر لكم عن متمنيتي الخالصة بالشفاء العاجل وأن تستعيدوا كامل العافية في أسرع وقت ممكن. كما أعرب الملك محمد السادس في هذه البرقية عن كامل دعمه لرئيس البرتغال. اتهم حزب بوكس الإسبانية اليميني في سبتة قوارب الصيد التقليدية المغربية بالإصطياد في المياه الإسبانية. رد الحكومة الإسبانية اعتبر أن مجرد وجود سفينة مغربية في المياه الإقليمية الإسبانية يعتبر بمثابة جريمة. البرلمانية عن حزب بوكس اليميني المتطرف في سبتة المحتلة تيريزا لوبيز هي التي أثارت قضية وجود قوارب صيد مغربية صغيرة في المياه الإسبانية. النائبة البرلمانية السبتوية قالت أن وجود قوارب الصيد الصغيرة في المياه الإسبانية سيكون بمثابة استراتيجية مغربية لجعل سبتة في حيازته، وحدث الحكومة على أخذ هذا الأمر على محمل الجد، لكن أقول لها سيأتي يوم وسنصطاد في سبتة إن شاء الله. تمكنت عناصر القوات المسلحة الملكية المغربية من إجهاض عملية لتهريب 3 أطنان من المخدرات كانت محملة على متن سيارتين ذات الدفع الرباعي بضواحي جماعة بئر قندوز جنوب الدخلة. وحسب مصادر موثوقة، فالعملية العسكرية تم خلالها إطلاق أعيرة نارية تحذيرية استهدفت المهربين، وذلك أثناء محاولتهم اقتحام حزام أمني بمنطقة بئر قندوز. وأضافت المصادر ذاتها إلى أن القوات المسلحة الملكية استطاعت وفي ظرف وجيز إيقاف السيارتين بينما فر السائقين إلى وجهة غير معلومة. السيارتين واستنادا إلى المصادر ذاتها كانت بصدد الاتجاه إلى المناطق الحدودية للبلاد للعبور نحو الجارة موريتانيا، فيما حسب مصادر يشتبه فيهم على أن يكونوا ضمن عصابة الصنادلية.
عقب البيان التي كتبته بلغة المهزوم من قبل قيادة جبهة الصنادلية. وجه النشط الصحراوي والقيادي السابق في جبهة البوليزاريو أو الصنادلية مصطفى سلمى ولد سيدي مولود نداء إلى الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف. النداء جاء بعدما اعتبر مصطفى سلمى أن بيان الصنادلية جاء ليعلن عن مباركتها لعرض فصل جديد من لعبة الملاهاة الإنسانية المسماة النزاع حول الصحراء، والضحك على الصحراويين بادعاء خوض حرب ضد الجيش المغربي رغم أنها لا وجود لها في الواقع. وشدد الناشط الصحراوي المذكور على أنه بعد فضائح جبهة الصنادلية لم يعد هناك حل أمام قيادة الصنادلية إلا أن تقبل بخيار الحكم الذاتي الموسع الذي قدمه المغرب للأمم المتحدة. وقال مصطفى سلمى إنه اليوم أصبح من الواجب على كل صحراوي غيور على أهله أن يرفع صوته عاليا بالحق وبأن لا حل أمكن ولا أفضل لنزاع الصحراء من الحكم الذاتي. ودعا النشط الصحراوي إلى توجيه جهد الصحراويين وكل طاقتهم نحو بث روح الإحياء والتعايش ومحاربة الفساد والمفسدين وبناء الإنسان الصحراوي ليكون فاعلا منتجا مستفيدين من الإمكانيات والفرص الهائلة التي وفرها وستوفرها الأقاليم الصحراوية التي أصبحت حلقة وصل بين شمال الكرة الأرضية وجنوبها وشرقها وغربها. أكد سفير الجمهورية الألمانية الاتحادية بالرباط غوت شميت بريم أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يظل الحل الأكثر واقعية للنزاع حول الصحراء المغربية، معتبرا في الوقت ذاته أن الصنادلية توجد اليوم في وضعية ومأزق صعب. وقال شميت بريم إنه من الصعب إيجاد حل أكثر واقعية ويحظى باتقاء للنزاع حول الصحراء المغربية من مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب والذي يجمع المجتمع الدولي على أنه حل واقعي وعملي. واعتبر السفير الألماني أن رفض الصنادلية التفاوض حول المقترح المغربي قد ينضوي على خطورة على المنطقة عبر انتشار التطرف والتعنيف، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الجبهة الانفصالية توجد اليوم في وضعية صعبة جدا بعد تلقيها ضربتين متتاليتين مؤخرا تتمثل الأولى في إحداث معبر للقرقرات والثانية في قرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء. وفي تعليقه على هذا القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال السفير الألماني بالرباط إنه ناقش هذا الأمر مع نظيره الأمريكي دافيد فيشر السفير الأمريكي بالمغرب، وشدد في ذات الإطار على أن النزاع حول الصحراء المغربية طال أمده أكثر من 40 سنة وهو الآن ناضج لأن يجد طريقه إلى الحل. عرفت مدينة العيون صبيحة اليوم الخميس حلول وفد أمني رفيع المستوى ترأسه المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني محمد الدخيسي إلى جانب العديد من الشخصيات الأمنية الوازنة بالإدارة العامة للأمن الوطني بالرباط. وسيعمل الوفد الأمني على إحداث فرقة لمكافحة العصابات بالعيون ومفوضية الأمن بمطار الدخل، بالإضافة إلى إحداث وحدات أمنية لحماية المنشآت الخاصة بنفس المدينة. اتفقت المملكة المغربية والجمهورية التركية على طي صفحة الخلاف على المستوى التجاري فيما يتعلق بالمبادلات بعد أشهر من التوتر بين سنتي 2019-2020، والتي تسببت في قرارات المغرب مراجعة الاتفاقية الموقعة بين مع الجانب التركي. العلاقات سادها صمت طويل منذ فبراير من السنة الماضية، حيث أعلن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمية حفيظ العالمي على أن تركيا وافقت مؤخرا على إعادة النظر في الاتفاقية مع المغرب لجعلها مفيدة للجانبين بعد نقاش حاد على مراجعة الاتفاقية التبادل الحر التي بلغت فيها العجز 1.2 مليار دولار، فيما سجلت العلاقات التجارية عجزا يقدر ب 18 مليار درهم ولا يتعدى حجم الاستثمار التركي بالمغرب سوى 1% فقط. إخواني إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم، تمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها تنال إعجاب ديالكم. ما تنسوش تشاركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله إلى حلقة غد إن شاء الله.